يا جماعة خدوا بالكم من الكلام ده. أنا جبت لكم مثل أهو من الحكام والضغط على الحكام واللي بيحصل والإشاعات اللي بتتقال من كل النواحي في فريق كرة القدم. صاروخ هيمشي ولا سارتي هيمشي وأحمد فتحي مش عايز يجدد. شفتوا اللقطة بتاعت أحمد فتحي يا جماعة ولا ما؟ يعني أنا الحقيقة أصل الناس دي أنتوا بتتكلموا على ناس ممكن يكونوا اخواتي الصغيرين مثلا، فبنتكلم دائما يعني، بنسأل بعض وبنطمن على بعض وبنستشير بعض في حاجات كتير. هي لقطة أحمد فتحي ده واحد لو معرفش هاتوها لي يا جماعة لو قدرتوا تجيبوها، وهو مستني الجون وبينط فوق حارس يعني أعلى من حارس بعد ما طلع بقى احتياطي أو بعد ما تبدل. هل اللقطة دي تقول إن ده واحد خارج زعلان ولا خارج عنده حاجة غريبة جدا؟ أصل لاسارتي ماشي، أصل وليد وليد أزارو ماشي. طيب لاعب مع أحمد فتحي يقول لك محمد هاني زعلان، محمد هاني لاعب يقول لك أصل أحمد فتحي زعلان، ما هو طبعا لازم يبقى زعلان. لازم يبقى زعلان، بالمناسبة لازم يبقى زعلان لأن هي دي الحقيقة. أي لعيب كرة ما بيزعلش إن هو ما بيلعبش يبقى يعني لا يمكن أن يكمل في النادي الأهلي. لكن في فرق ما بين حاجتين، إن هو زعلان إن هو عايز يلعب، عايز يبقى ليه دور مع الفريق، ومن إن هو بيثير مشاكل أو بيعمل مشاكل زي الأندية التانية، ما إحنا بنشوف كتير ومحدش بيتكلم عنه. معرفش ليه الناس دلوقتي مركزة فقط على النادي الأهلي، برغم ان الأندية التانية عندهم مشاكل كتيرة جدا جدا جدا. ده يتخانق مع ده، والمدير الفني يتخانق مع حد من رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الإدارة، ولاعيبة ما لعبتش خالص ولاعيبة لعبت، ويقول لك أصل مش عارف مين ما لعبش في النادي الأهلي وهو مصاب بقاله 4 شهور قاعد في هي اللقطة دي. لا زعلان فعلا، زعلان جدا، ده نفسه الاهلي يخسر يا اخي والله. تصدق يا جماعه عيب والله عليكم الكلام ده. سبحان الله بتيجي صور كده بتثبت اي كلام بيتقال بيبان في اللقطه اللي حضراتكم شايفينها دي. يا رب نشوف زعل احمد فتحي ده في كل مباراه، يا رب احمد فتحي يفضل زعلان ويبقى بالمنظر ده الحقيقه يعني. لكن احنا دايما بنستنى الرد من خلال الملعب، الملعب فقط. دلوقتي قرعة بتقام علشان يتم اختيار، قال لك اصل اسلام لناسه فهيختار الناس بتوعه. قال لك طيب هنعمل قرعة عشان اللي ينجح في القرعة او اللي اسمه يطلع في القرعة يروح المصيف. ايه اللي مطلوب؟ يا جماعة النادي الاهلي نادي بيمشي على القضيب، بيفضل ماشي كده بشكل مستقيم، لان الناس دي ايديها نظيفه، الناس دي ايديها نظيفه، مش عايزه حاجه غير مصلحه النادي الاهلي، ومش عايزه حاجه غير مصلحه اعضاء الجمعيه العموميه. وبالتالي عندما تتاح لهم الفرصه ان هم يعملوا مصيف زي اللي انتوا شفتوه ده هيعملوا مصيف، ولو يقدروا يعملوا احسن منه هيعملوا احسن منه. عايزين قرعه نعمل قرعه. ال 100 جنيه هتخش في ثمن ال 10 ايام ولا 15 يوم اللي هتقعدهم، هتخش في في ثمن الفلوس اللي هتدفعها في ال 10 ايام ولا 15 يوم اللي هتقعدهم. ال 1000 جنيه للتامين هتاخدها وانت خارج، هتاخدها وانت خارج. طب ايه المطلوب تاني؟ ايه المطلوب تاني؟ أكبر ميزانية في تاريخ الأندية المصرية ما هي ميزانية النادي الأهلي.